كشف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري عن حجم ما تم نقله من مساعدات لقطاع غزة وكمية ما وصل للشمال سيناء ويجرى نقله تباعا، وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بديوان عام المحافظة بالعريش. وأوضح سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور أنه تم إدخال 193 شاحنة تحمل أكثر من 3100 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ الثامن من شهر أكتوبر الجاري. بدأت يمكن أول شاحنة مستلزمات طبية بدأ بها الهلال الأحمر المصري كانت 8/10 يمكن تاني يوم من الأحداث، وبعد كده توالت المساعدات لأهلينا في قطاع غزة اعتبارا من يوم 21/10 حتى الآن، ويمكن في عجالة كده من 21/10 لغاية النهاردة لغاية 30/10 التحالف الوطني دخل عبر فعلا من المعبر لغاية دلوقتي 86 شاحنة. ال 86 شاحنة دول عبارة عن 1200 طن مستلزمات ومواد غذائية وأدوية. احنا يمكن كان التحدي الأكبر عندنا أو يمكن الدور الأكبر للتحالف الوطني هو فكرة دخول المساعدات نفسها لأهلنا في غزة. يمكن احنا مرينا بفترة عصيبة جدا في بداية الأزمة وهي عدم دخول المساعدات، ويمكن يعني ناس كتيرة جدا حاولوا ان هم يحبطونا وان هم يأثروا على عزيمتنا وان يوصلوا دايما رسائل لنا بان المساعدات مش هتمر لأهلنا في غزة. يمكن احنا كنا مرابطين تقريبا بقالنا حوالي 15 يوم عند معبر رفح، عملنا معايشة كاملة للمتطوعين وللسائقين بحيث ان هم يقدروا يكملوا ويستمروا خلال الفترة اللي فاتت. ده بالإضافة لان احنا كان معنا فريق من فريق من الشباب المتطوعين اللي عندهم قدرة على شد عزيمة الشباب وتحميسهم وزيادة عزمهم من اجل وصول المساعدات وعدم اصابتهم بالإحباط اللي كان بعض الصحف او بعض الناس كانوا بيحاولوا يوصلوا ليهم بان المساعدات مش هتمر.